أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. صور القدوة 9. معنى صور القدوة أي الحالات التي يكون فيها الإمام إما ذكر وإما أنثى وإما خنثى، فمتى تصح الصلاة خلفه ومتى لا تصح. فمثلا تصح صلاة الرجل خلف الرجل، وتصح صلاة المرأة خلف الرجل، لكن لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وتصح صلاة المرأة خلف المرأة، لكن لا تصح صلاة الخنثى خلف المرأة، ولا تصح صلاة الرجل خلف الخنثى. واضح؟ وهذا يعود إلى شروط الإمامة، وأشار إلى هذه المسائل صاحب الزبد بقوله: يؤم عبد وصبي يعقل، يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق، لكن سواهم أفضل. لذكر لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. يقول: يصح أن يكون الإمام عبدا وإن كان المصلي وراءه حرا. واضح؟ يصح أن يكون الإمام عبدا وإن كان المصلي وراءه حرا، ويصح أن يكون الإمام فاسقا وإن كان المصلي وراءه عدلا، ويصح أن يكون الإمام صبيا وإن كان المصلي وراءه بالغا، لكن الأفضل أن يكون الإمام حرا، وأن يكون الإمام عدلا، وأن يكون الإمام بالغا. هذا الأفضل، لكن ليس شرطا. فهذه ليست شروط صحة للإمامة، وإنما هي شروط كمال. ولذلك لو سئلتم: هل تصح إمامة العبد؟ نعم تصح. هل تصح إمامة الصبي؟ نعم تصح. هل تصح إمامة الفاسق؟ نعم تصح. من الذي لا تصح إمامته؟ الذي لا تصح إمامته إمامة المرأة بالرجل، لا تصح، وإمامة المخل بالفاتحة، الذي يخل ولو بحرف واحد من حروف الفاتحة لا تصح إمامته بشخص يحسن قراءة الفاتحة. واضح؟ هذا مبحث درسنا اليوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: صور القدوة 9، تصح في 5 وتبطل في 4. تصح في 5 قدوة رجل برجل، أي إذا كان الإمام رجلا والمأموم رجلا تصح، وقدوة امرأة برجل، أي إذا كان الإمام رجلا والمأموم امرأة تصح، كزوج وزوجة، أو حتى في المسجد إذا كان النساء لهن مصلى تصح صلاتهن خلف إمام الرجل. وقدوة خنثى برجل، أي إذا كان الإمام رجلا والمأموم خنثى. ما معنى الخنثى؟ الخنثى هو من كان عنده آلة رجل وآلة امرأة، أعضاء تناسلية للرجل والمرأة، تمام؟ هذا يسمى خنثى. هذا الخنثى إذا كان مأموما والإمام رجل تصح الصلاة. هذه 3 صور. الرابعة: وقدوة امرأة بخنثى، أي أن المأموم امرأة والإمام خنثى تصح، وقدوة امرأة بامرأة أيضا تصح. لاحظ معي أن في جميع الصور الخمس يكون الإمام إما أفضل أو مساو للمأموم، فرجل برجل الإمام يساوي المأموم، إمامة رجل لامرأة
الإمام أفضل، إمامة الرجل للأنثى الإمام أفضل، صح؟ قدوة امرأة بخنثى، الخنثى إمام والمرعى معموم، الخنثى أفضل. قدوة امرأة بامرأة، المرأة تساوي المرأة. كم صارت صور؟ خمس صور. وتبطل في أربع، أي تبطل الصلاة في أربع صور. قدوة رجل بامرأة، أي إذا كان الرجل إمام، إذا كان الرجل مأموما والمرأة إماما لا تصح الصلاة. وقدوة رجل بخنثى، أي إذا كان الرجل مأموما والخنثى إماما لا تصح الصلاة. وقدوة خنثى بامرأة، أي إذا كان الخنثى مأموما والمرأة إماما لا تصح الصلاة. وقدوة خنثى بخنثى لا تصح الصلاة. كم صارت الصور هذه؟ أربع لا تصح وخمس تصح. وبالتالي لو سألتكم الآن فقلت لكم إمامة امرأة بامرأة تصح ولا تصح؟ صح. لا أريد واحد يرفع يده. إمامة امرأة بامرأة تصح ولا تصح؟ صح. أين يدك المرفوعة؟ الذي نجيب؟ يس. هل تصح إمامة امرأة برجل؟ تفضل. لا تصح. إمامة رجل برجل تصح. إمامة خنثى برجل، الخنثى إمام والرجل مأموم، تصح؟ لا تصح. إمامة خنثى بامرأة، تفضل، تصح. إمامة خنثى بخنثى، تفضل، لا تصح. لا تصح. واضح؟ تسع صور، خمس صور تصح وأربع صور لا تصح. وقلت لكم قبل قليل الذي يجب أن تعلمه أن الإمام يشترط فيه شرطان مهمان: أن يكون ذكرا واحد، والشرط الثاني أن يحسن الفاتحة. اثنين، أن يكون ذكرا وأن يحسن الفاتحة. أما إذا كان الإمام عبدا، أو كان الإمام فاسقا، أو كان الإمام صبيا، فالصلاة تصح لكنها خلاف الأفضل. واضح؟ هذا بالنسبة لهذا المبحث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مبحثا مهما في الجمع بين الصلاتين. هذا المبحث من المباحث المهمة. تقدم معكم في بعض الدروس أن رخص السفر الطويل أربع رخص. الإنسان إذا سافر سفرا طويلا يجوز له أن يترخص بأربع رخص. الأولى له أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام. أما المقيم فإنه يمسح على الخف كم؟ يوم وليلة، 24 ساعة. والمسافر يمسح على الخف ثلاثة أيام، أي 72 ساعة، صح؟ هذه الرخصة الأولى. الرخصة الثانية من رخص السفر أن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، فيصلي الظهر والعصر إما جمع تقديم في وقت الظهر، وإما جمع تأخير في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء إما جمع تقديم في وقت المغرب، وإما جمع تأخير في وقت العشاء. هذا يسمى الجمع بين الصلاتين. والرخصة الثالثة يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، فالصلاة ذات الأربع الركعات يصليها ركعتين. والرخصة الرابعة والأخيرة من رخص السفر الطويل أنه يجوز له أن يفطر في رمضان. فهذه كم رخص؟ أربع رخص.
الرخصة الأولى أن يمسح الخفين ثلاثا، الرخصة الثانية أن يجمع بين الصلاتين، الرخصة الثالثة أن يقصر الصلاة الرباعية، الرخصة الرابعة أن يفطر في رمضان. من يعيد الرخص الأربع؟ تفضل. ثلاثا، ثلاث أيام يعني، لأنه ممكن تمسح الخفين أنت غير مسافر هنا 24 ساعة، لكن إذا كنت مسافر ثلاثة أيام. تفضل. أيوة أحسن. ممتاز. أحسن. الرابعة الإفطار، الإفطار في رمضان. هذه كم؟ أربع رخص. اليوم سندرس رخصة الجمع بين الصلاتين. أولا لابد أن تعلم أن مذهب الشافعية أن الجمع بين الصلاتين له ثلاثة أسباب. له كم أسباب؟ ثلاثة أسباب. أسباب الجمع بين الصلاتين، ما معنى أسباب الجمع بين الصلاتين؟ أي ما هي الحالات التي يجوز لك أن تجمع فيها بين الصلاتين؟ قال فقهاء الشافعية الحالات التي يجوز لنا أن نجمع فيها بين الصلاتين ثلاث. الحالة الأولى في السفر، الحالة الثانية في المطر، الحالة الثالثة في المرض. إذا كنت مسافرا أو كان الجو ماطرا أو كنت مريضا واحتجت للجمع فيجوز لك أن تجمع في هذه الحالات الثلاث، في السفر وفي المطر وفي المرض. لكن لاحظ معي، في السفر يجوز لك أن تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، في المرض يجوز لك أن تجمع جمع تأخير أو جمع تقديم. طبعا المرض على ما اختاره النووي، وإن كان المعتمد في المذهب أنه لا يجمع، لكن على اختيار النووي وهو قوي. أما في المطر فيجوز لك أن تجمع جمع تقديم فقط، ما في جمع تأخير في المطر. تمام؟ في المطر جمع تقديم، ليس هنالك جمع تأخير. تمام؟ لو أراد الإنسان مثلا أن يسافر، كان في الطريق وجاءت صلاة الظهر، يمكن أن ينزل فيصلي الظهر والعصر، ويمكن أن يؤخر الصلاة فيصليها في العصر ظهر وعصر. إذا كان الشخص مريضا ويصعب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، يمكن أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى ويمكن أن يؤخر الصلاتين في وقت الثانية. إذا نزل المطر وكان الناس يصلون في جماعة وكانت بيوتهم بعيدة من المسجد، فيجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم فقط لا جمع تأخير. وإلى هذا أشار صاحب الزبد في قوله كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم، إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. واضح لنا؟ إذن لو سألتكم الآن فقلت لكم ما هي أسباب الجمع، فالجواب أسباب الجمع سبعة، صح؟ ثمانية، كم؟ عشرة. عشرة كم؟ ثلاثة. ما هي؟ السفر والمطر والمرض. يجوز في المطر أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير، صح؟ لا، جمع تأخير فقط، صح؟ جمع تقديم فقط. يجوز في المرض أن يجمع جمع تأخير فقط، صح؟ ها، جمع تقديم وجمع تأخير. يجوز في السفر أن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم، صح؟ أو لو هنا في معنى واحد يجوز. تمام ولا لا؟ واضح؟ طيب
لو سألتكم الآن إذا أردت أن أجمع جمع تقديم، ما هي الشروط؟ أنا مسافر، أذن الظهر الساعة 1 ظهرا، فأردت أن أصلي الظهر والعصر معا جمع تقديم، ما هي الشروط؟ هنالك عدة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هنا انظر ماذا قال: شروط جمع التقديم 4: البداءة بالأولى، ونية الجمع فيها، والموالاة بينهما، ودوام العذر. كنت مسافرا وفي أثناء الطريق جاء وقت صلاة الظهر، فأردت أن أصلي الظهر والعصر معا، تمام، أقدم العصر إلى وقت الظهر. فالشرط الأول أن أبدأ بالصلاة الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. الظهر لابد أن أصلي الظهر أولا ثم أصلي العصر. فلو عكست صليت العصر ثم صليت الظهر لا تصح العصر، فلا بد أن أبدأ أولا بالظهر ثم بالعصر. إذن الشرط الأول أن تبدأ بالصلاة الأولى، تمام، فلا بد أن تبدأ بالظهر قبل العصر، ولا بد أن تبدأ بالمغرب قبل العشاء. فلو بدأت بالعصر قبل الظهر أو بالعشاء قبل المغرب لا تصح لا العصر ولا العشاء. واضح؟ واضح هذا؟ الشرط الثاني قال: والموالاة بينهما. ما معنى الموالاة بينهما؟ أي أنك بعد أن تنتهي من صلاة الظهر مباشرة تقيم الصلاة فتصلي العصر دون تأخير. أما لو صلى الظهر ثم ذهب يتغدى ثم عاد ليصلي العصر لا تصح أو لا يصح الجمع ولا تصح العصر، لابد أن يوالي بين الصلاتين. ومعنى يوالي بينهما أنه بعد أن ينتهي من الصلاة الأولى يدخل مباشرة في الصلاة الثانية. هذا الشرط رقم كم؟ رقم 2. الشرط رقم 3: ولا بد أن ينوي الجمع، لأن النية شرط في صحة العمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الرابع والأخير: دوام العذر، أي دوام السفر. والمسألة أصلا مذكورة في السفر، واضح، دوام العذر أي أن يبقى مسافرا لا يصل إلى بلده. كم هذه شروط؟ 4 شروط. إذن نقول مرة أخرى: شروط جمع التقديم، إذا أردت أن تصلي الظهر والعصر وأن تقدم العصر إلى وقت الظهر فلا بد أن تبدأ بالظهر، ولا بد أن تنوي الجمع، ولا بد أن توالي بين الصلاتين، ولا بد من دوام العذر. كم هذه؟ 4 شروط. هذا إذا أردت أن تجمع جمع تقديم. طيب، إن أردت أن تجمع جمع تأخير فهنالك شرطان. إذا أردت أن تجمع جمع تأخير، كيف جمع تأخير يعني؟ من يقول سيصلي ماذا في وقت ماذا؟ سيصلي الظهر في العصر، سيصلي الظهر في وقت العصر، أو سيصلي المغرب في وقت العشاء. فإذا أراد أن يجمع جمع تأخير فهنالك شرطان فقط. الشرط الأول أن ينوي التأخير للصلاة، ينوي أن يؤخر الصلاة ليجمعها جمع تأخير، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يدوم العذر، أي أن يستمر السفر مثلا، تمام، أن يدوم العذر إلى تمام الثانية. واضح؟ إذن نعيد المعلومات، وهذا الدرس مهم جدا. نقول من البداية: ما هي رخص السفر الطويل؟ ما هي رخص السفر الطويل؟ ارفع يده، الذي يعرف يرفع يده. ما هي رخص السفر الطويل؟ ذكرناها قبل قليل. ناموا ولا صاحين؟ صاحين. وين الجواب؟ ارفعوا يداتكم، مش كده، ارفع يدك، تفضل.
أيوة نعم بين الصلاتين نعم نعم والإفطار في رمضان ممتاز ممتاز. ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ ما هي أسباب الجمع بين الصلاتين؟ أيوة تفضل أيوة تفضل أنت أيوة في السفر في المطر في المرض. يجوز أن تجمع في السفر جمع تقديم فقط، صح وخطأ؟ خطأ. يجوز أن تجمع في المرض جمع تأخير فقط، خطأ. يجوز أن تجمع في المطر جمع تأخير فقط، خطأ. يجوز أن تجمع في المطر جمع تقديم فقط، صح. تمام ولا لا؟ ما هي شروط جمع التقديم؟ تفضل. أيوة أن ينوي الجمع، تمام. والثاني أن يبدأ بالصلاة الأولى، تمام. والشرط الثالث دوام العذر، والشرط الرابع الموالاة بين الصلاتين. واضح ولا لا؟ احفظوا الشروط. يحصل أحيانا، سأسألكم مسألة دائما يسألون عنها، نكون مثلا مسافرين وفي أثناء الطريق نمر ونصلي المغرب في مسجد من المساجد، ننزل من السيارة ونصلي المغرب في مسجد من المساجد، وبعد أن ننتهي من صلاة المغرب يقوم واحد منا ويلقي خاطرة، يعني يعمل كلمة في المسجد مدة 20 دقيقة نصف ساعة، ثم ينتهي ونقوم نصلي العشاء جمعا مع المغرب. هل يصح هذا ولا يصح؟ لا يصح. لا يصح. لماذا لا يصح؟ لا ينوي الجماعة. ها؟ لا يعين. لعدم وجود الموالاة. ممتاز فقهاء ممتاز. لعدم وجود الموالاة، ما في موالاة، صح؟ بسألكم مسألة أخرى، أحيانا ونحن في الطريق، هذه مسائل كثيرة ما تقع، يؤذن الظهر فننزل من السيارة ونصلي الظهر، وبعد أن ننتهي من صلاة الظهر نتشاور، ما رأيكم نصلي العصر الآن جمع تقديم أو نصليها في وقتها الساعة 4 عصرا؟ وبعد المشاورات والمفاوضات نتفق أننا نصليها جمع تقديم، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ قد قدمنا الظهر. لا، لابد أنت الآن تجمع جمع تقديم، قدمت الظهر لعدم الموالاة، الوقت قصير، يعني وقت المشاورة ربما دقيقة دقيقتين، ما طويل، لكن هذا فيه خلل آخر، وهو أنك لم تنوي الجمع في الصلاة الأولى، لابد من نية الجمع في الصلاة الأولى، وبالتالي هنا لا يصح الجمع. واضح ولا مش واضح؟ تمام إن شاء الله. وبعد الجمع يأتي معنا درس القصر، ومعنى قصر الصلاة أنك تصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات وتصلي 4 ركعات 2، فصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء تصلى 2 ركعتين 2 ركعتين، أما صلاة الفجر والمغرب فلا تقصر. قال المصنف رحمه الله: شروط قصر الصلاة 7. الشرط الأول أن يكون السفر مرحلتين. ما معنى مرحلتين؟ أن يكون السفر مرحلتين. المرحلة عند العرب مسيرة يوم بالجمال، مسيرة يوم بالجمال المحملة بالأثقال،
مسيرة يوم، المسافة التي يقطعها الجمل خلال يوم تسمى مرحلة. تمام؟ قدرها العلماء المعاصرون فوجدوها تساوي بالكيلومترات تقريبا 41 كيلومتر. 41 كيلومتر هذه المرحلة الواحدة. المرحلتين كم؟ 82 كيلومتر. إذا لابد أن تكون المسافة التي ستسافر إليها أكثر من 83 كيلومتر. بمعنى آخر، لو سافرت إلى منطقة قريبة تبعد عن مكانك 60 كيلومتر، تبعد عن مكانك 50 كيلومتر، تبعد عن مكانك 70 كيلومتر، لا يجوز لك أن تقصر الصلاة ولا يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، إنما يجوز لك أن تقصر وأن تجمع إذا زادت المسافة عن 83 كيلومتر. واضح أو غير واضح؟ هذا معنى قول الفقهاء أن تكون المسافة مرحلتين، أي مسيرة يومين. طبعا مسيرة يومين بسير الجمال، حتى وإن تطورت الوسائل، وسائل النقل، تبقى هذه المسافة ثابتة. واضح؟ وبالتالي نقول لو أردت مثلا أن تسافر إلى منطقة قريبة، يعني مثلا تخرج إلى الحاج يوسف، كم تبعد الحاج يوسف عن هذا المكان؟ 15 قريبة جدا. في منطقة تبعد 30-40 كيلومتر عن هنا؟ أم درمان كم تبعد؟ أم درمان قريبة صح؟ نشتي منطقة 40 كيلو، 50 كيلو، ونشتي منطقة 100 كيلو. مدني كم مدني تبعد؟ كم؟ لا أدري. 200. 200 كثير، 200. هذه مسافة قصر، يعني لو خرج الإنسان ذاهبا إلى منطقة مدني تبعد نحو 200 كيلومتر، يجوز له أن يقصر الصلاة. لكن لو ذهب إلى مناطق قريبة، لو ذهب إلى مدرمان، ذهب إلى توتي، إلى بحري، إلى توتي، هذه كلها مناطق قريبة، يعني عشرات الكيلومترات قصيرة، يعني واضح ولا لا؟ لكن لو تجاوز 83 كيلومتر يجوز له أن يقصر الصلاة. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، يعني ليس سفر معصية. فلو سافر ليرتكب معصية، سافر ليقتل، سافر ليزني، سافر ليسرق، سافر ليقطع الطريق، لا يجوز له أن يترخص. لماذا؟ لأننا لا نعينه على فعل المعصية. هو سافر ليرتكب المعصية، فلا نسهل له السفر بالرخص. واضح لنا؟ لا. هذا الشرط الثاني، أن يكون السفر مباحا. فلو كان السفر سفر طاعة أو سفر مباحا يجوز له. لو سافر للحج يجوز له أن يقصر الصلاة، لو سافر في طلب العلم يجوز له أن يقصر الصلاة، لو سافر للتجارة يجوز له أن يقصر الصلاة، لو سافر للتنزه. يتنزه، ما معنى يتنزه؟ يتمشى، يعني ينظر المناطق للجبال والأنهار والأشياء والغابات وكذا، يجوز له أن يقصر. لماذا؟ لأن هذه النزهة مباحة، طلب العلم عبادة، صلة الرحم عبادة، الحج عبادة، يجوز له أن يقصر الصلاة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يعلم جواز القصر، أن يكون عارفا أن القصر جائز له، أن يكون قد درس كتاب سفينة النجاة مثلا، صح ولا لا؟ ملكب بيعرف، أو درس متن أبي شجاع، أو حفظ نظم الزبد. قال الشرط الرابع، وأن ينوي القصر عند التحرم، لما يكبر تكبيرة الإحرام ينوي القصر. ويحصل أحيانا أن بعض الناس يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي، وفي أثناء الصلاة يقول سأقصر، ما ينفع الآن. إذا لم تنوي القصر عند تكبيرة الإحرام يجب عليك أن تصلي 4 ركعات،
إنما يجوز لك أن تقصر إذا نويت القصر عند تكبيرة الإحرام، عندما تكبر تنوي القصر. فلو كبرت ولم تنوي القصر ثم نويت القصر داخل الصلاة لا يصح لك أن تقصر. لابد من استحضار النية، نية القصر عند التكبيرة. قال والشرط الخامس أن تكون الصلاة رباعية، فصلاة المغرب وصلاة الفجر لا قصر فيهما. والشرط السادس دوام السفر إلى تمامها، يعني أن يبقى السفر موجودا. والشرط السابع والأخير ألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. فلو كنت مسافرا وصليت خلف شخص يصلي أربعا، يجب عليك أن تصلي أربعا، هذا بدون خلاف بين الفقهاء، حتى وإن أدركت معه جزءا بسيطا من صلاته. يعني حتى لو جلست معه للتشهد فسلم، ما دام أنك أدركته في التشهد يجب عليك أن تصلي أربعا. ولذلك قال لك وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. واضح هذا يا مشايخ ولا ما واضح؟ تمام. إذن شروط القصر كم؟ 13 صح؟ كم؟ 7. ما هي؟ نستحضرها كلنا مع بعض. الشرط الأول أن يكون السفر مرحلتين، وقسنا المرحلتين بالتقديرات المعاصرة فقلنا المرحلتين تساوي كم كيلومتر؟ 83 كيلومتر، ممتاز. والشرط الثاني أن يكون السفر مباحا، فالذي سافر ليفعل معصية لا يجوز له أن يقصر. الشرط الثالث أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، تمام. الشرط الرابع أن تكون الصلاة المقصورة صلاة رباعية. الشرط الخامس أن يدوم العذر وهو السفر. الشرط السادس أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. الشرط السابع والأخير أن يعلم جواز القصر، تمام. وهنا أذكر لكم آخر مسألة ننتهي. كم يجوز لك أن تقصر الصلاة؟ كم الأيام التي يجوز لك أن تقصر الصلاة فيها ويجوز لك أن تجمع فيها بين الصلاتين؟ كم؟ يوم، يومين، 7 أيام، 10 أيام، كم؟ 7، 4، 4 فقط، 3 فقط، حتى ينتهي السفر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول الناس ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون الشخص قد حدد أيام سفره، وإما أن يكون الشخص غير محدد لأيام سفره، سافر لغرض معين فإذا انتهى هذا الهدف أو هذا الغرض تحقق عاد، ما يعرف متى. مثلا شخص سافر إلى السودان ويعلم أنه سيقيم في السودان يومين فقط، عنده مؤتمر، سيحضر مؤتمر أو سيحضر ندوة ويعود يومين، هذا محدد كم سيجلس. أو سافر إلى السودان ويعرف أنه سيشارك في دورة تستمر 7 أيام، يعرف كم سيجلس. وشخص آخر جاء إلى السودان للعلاج، لا يعلم أن العلاج هذا قد يستمر أسبوع أو يستمر مثلا 3 أيام أو يستمر 10 أيام، لا يعلم. واضح ولا لا؟ أيوة. فالناس إما أن يكون قد عين الأيام أو يكون غير محدد الأيام. كم قسم صارت؟ قسمين، إما أن يحدد الأيام أو لا يحدد الأيام. فإن كان قد حدد الأيام ننظر فنقول إذا كان سيقيم أقل من 4 أيام يجوز له أن يجمع ويقصر، يوم، يومان، 3 أيام، من غير يوم الوصول ويوم السفر، من غير يوم الدخول والخروج، 3 أيام صافية. إن كان سيجلس 3 أيام يجوز له أن يجمع وأن يقصر، تمام. وإن كان سيجلس 4 أيام فأكثر
لا يجوز له لا الجمع ولا القصر، بل يصلي كل صلاة في وقتها ويصلي الصلاة 4 ركعات. واضح له؟ لا تفضل. يوم الوصول يجوز يعني حتى يعني إذا لا يهدد كيف؟ إذا شخص لا يعرف كم يعني هذا سنذكره الآن، ما ذكرناه سنذكره الآن. إذن الحالة الأولى أن يكون الشخص حدد الأيام، إذا حدد الأيام ننظر، فإن كان سيجلس 3 أيام فأقل يعني أقل من 4 أيام 3 يومان يوم يجوز له أن يجمع وأن يقصر. كان سيجلس أكثر من 4 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها بدون جمع، ولا بد أن يصليها رباعية بدون قصر. هذا القسم الأول إذا كان محددا. طيب إذا كان غير محدد للأيام، لا يعرف كم سيجلس، لا يعرف كم سيمكث، نقول يجوز لك أن تقصر وأن تجمع 18 يوما، وبعد 18 لا بد أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تصليها صلاة رباعية. واضح لنا؟ إذن إذا كان مترددا كم سيجلس، يجوز أن يترخص إلى كم؟ إلى 18 يوما، وبعد 18 لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها وأن يصليها 4 ركعات. تمام ولا لا؟ في هذه المرحلة ستحفظون الأرقام هكذا، 18 4 أيام أكثر من 4 أيام أقل من 4 أيام. في مرحلة قادمة سوف تدرسون لماذا قال الفقهاء هذا، لماذا قدر الفقهاء هذه التقديرات، لن تدرسوها الآن، في المستقبل إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. في يوم الوصول في يوم الوصول وذهابه نعم لا يحسب يوم الدخول ويوم الدخول لا يحسب، لكن كيف صلاته كيف؟ ماذا إذا وصل ويعرف أنه سيجلس أكثر من 4 أيام من أول يوم، من أول صلاة، ما في قصر ولا جمع؟ واضح لنا نفس الحكم يعني. فهمت؟ وصل الظهر مثلا، وصل الظهر وكم سيجلس؟ 3 أيام. 3 أيام يجوز له أن يجمع ويخسر. وصل الظهر سيجلس 7 أيام لا يجوز له. نعم.